بدأ المركز الوطني للتعامل مع الألغام وإدارة التوعية بالمركز التنفيذي في محافظة البيضاء بالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية وبدعم من منظمة اليونيسف التوعية العامة للمجتمعات المتأثرة بمخلفات العدوان التي تستهدف المواطنين جراء قصف الطيران العدواني وعملائهم بالداخل بهدف تقليل الإصابات الناجمة. ويضم فرق التوعية 38 مدربا موزعين على 5 فرق التي ستواصل عملها لمدة 45 يوما. بتأهيل فريق رجال وفريق نسائي يقوم بعمل توعية في مديرية ردع، وعمل وطني وعمل إنساني محتاج إليه المنطقة كونها منطقة حصلت فيها نزاعات وصراعات. نزلنا إلى مديرية رداء توعية المواطنين عن مخاطر القذائف غير المتفجرة والألغام، واستفادوا من هذه عدة شرائح: شريحة السم والفخ، وشريحة المعاقين، وشريحة المهمشين والصوماليين. الوطني للتوعية في مخاطر الألغام والمقذوفات أجا في وقته، وخاصة في منطقة ردع، للتوعية بمخاطر الألغام والقذائف التي لم تنفجر. فكان هذا المشروع جاء في وقته في وقت مناسب، واستهدف مناطق حصل فيها مآسي كثيرة للأطفال والنساء فأصبح يعني من هذه الحالات إعاقات يعني كاملة وإعاقة جزئية. فجاء هذا المشروع يعني لينبه الناس ويوعي الناس في مخاطر هذه الأشياء. هذه التوعية لها دور كبير في توعية المواطنين بالحفاظ على صحتهم وعلى صحة أقاربهم، بتجنب الألغام. ونشكر الكائنين على هذه الفرق الذين مولوهم، وكذلك نشكر المنظمات التي مولت، وهذا دور كبير يشكروا عليه في هذه الوضع العصيب الذي توسمنا فيهم الشجاعة في النزول إلى القرى. نشكر فرق التوعية الذين يقومون بهذا العمل الوطني، وهو توعية الناس بشأن خطر الألغام والقذائف، وهو يأتي في الوقت المناسب الذي تمر به البلاد من الحروب والمشاكل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفارج اليمن وأهل اليمن. ختام النشرة تذكير بعنوانها.